فباذن الله كل الجهود دي تكلل بالنجاح، ولكن في تفاصيل محتاجين نركز عليها. وبما ان السوشيال ميديا في من امبارح لغايه النهارده كل كلامها على معدل الفوز، الاهلي لعب كم مباراه، الاهلي احرز كم هدف، الاهلي عمل كم تمريره، كل التفاصيل دي اكيد هنركز فيها النهارده في الترند عبر السكايب مع المحلل والناقد الاستاذ ايمن جلبرتو، اللي بالتاكيد هنروح معاه دلوقتي من خلال ترند اونلاين ونفتح السكايب ونشوف ازاي في تحضير لكل التفاصيل دي من خلاله. ايمن، مساء الفل. مساء الفل يا محمد، ايه الاخبار؟ كله كويس الحمد لله، طول ما الاهلي بخير الدنيا هتبقى بخير ان شاء الله. الحمد لله. فضل ونعمة. طيب، عايز اعرف منك يعني مباراة انبي بالامس ومباراة الدوري اللي كانت ممكن سبب رئيسي في خسارة الاهلي للدوري في السنتين اللي فاتوا، الوضع اختلف السنة دي، الوضع اختلف ان حتى الفرق لما بتنزل تلعب الاهلي حاسة ان هي هتخسر من قبل ما تبدأ المباراة. ايه اللي اختلف؟ ايه اللي انت شايفه المرة دي مختلف عن الفترة اللي فاتت؟ لا يعني اهم حاجه طبعا زي ما انت قلت كده، كولر نجح ان هو في الفتره دي اللي هو مسك فيها الفريق وتجاربه في الدوري. طبعا احنا بنتكلم ان انت دايما عندك في مصر زي ما انت كده عندنا ضيق وقت في كل حاجه، لان الاهلي دايما بيلعب مباريات مضغوطه، الموسم بيخلص تلاقي نفسك اصلا بتلعب في افريقيا، بتلعب سوبر، بتلعب دوري، في منتخب. فكولر اصلا نفسه فعلا فكره الوقت عشان خاطر ان هو يصحح اخطاء بشكل يعني مستمر ده صعب. يمكن الفتره الاخيره دي الحمد لله كان في شويه وقت يعني. فاهم حاجه حصلت في الدوري فعلا زي ما انت بتقول كده، هي فكره ان انت رجعت تاني تكسب المباريات اللي انت المفروض تكسبها وتجمع فيها النقط من غير زي ما كان، من غير ما يبقى الموضوع صعب عليك، من غير ما تعمل مجهود زياده. فده اللي بيخلي لك امورك سهله، ان انت لحد دلوقتي ما بتلعبش في الدوري. يعني احنا الاهلي قعد فترة طويلة ما بيلعبش في الدوري لكن هو متصدر المسابقة، عكس السنتين اللي فاتوا كنا برضو ما بنلعبش فترات كبيرة في الدوري، بس كنا بنرجع نلاقي نفسنا مضغوطين لأن لازم تكسب مؤجلاتك عشان خاطر ترجع تاني للمركز الأول، وده اللي كان بيبقى بشكل ضغط كبير على اللعيبة. فكولر للأمانة يعني رجع الحتة دي، القوة بتاعتك محليا وهيبتك المحلية إن هي ما ينفعش. كان طبعا في بعض المباريات وبعض الظروف كان الامور تبقى صعبه في الموسمين اللي فاتوا باخطاء من النادي الاهلي للامانه في بعض المباريات، وفي بعض المباريات الاخرى كان التحكيم بيضغطك بشكل كبير، غير الجدول كان بيضغطك بشكل كبير. فهي كانت عوامل كلها ساهمت ان انت تخسر الدوري سنتين متتاليتين، لكن المره دي لا، الامر مختلف تماما. الاهلي زي ما انت بتقول كده شرس هجوميا، الاستحواذ بتاعه قوي جدا ومش استحواذ سلبي، لا ده هو بيتحكم في رتم المباراه زي ما هو عايز. دي المباراه الثانيه على التوالي اللي النادي الاهلي بنتكلم اكتر من 700 تمريره، واعتقد ان يعني مع الاستمراريه ممكن النادي الاهلي يخش في الفئه بتاعت اللي احنا كنا بنشوفها في برشلونه ومانشستر سيتي، اللي هي تنار تعمل 1000 تمريره في المباراه. اعتقد مع كولر ممكن توصل للمرحلة دي، 17 فوز في الدوري، 42 هدف سجلتهم، دخل فيك 7 أهداف، مباريات كتيرة جدا كلين شيت. يمكن الحاجة اللي عايز أضيفها في الحتة دي قبل ما ننتقل لجزئية تانية يا محمد، إن التعلم من الأخطاء رغم ضيق الوقت لكن هو بيعرف إزاي يعني يتعلم من أي خطأ. لو تفتكر كده في بداية الموسم الأهلي تعادل 3 أو 4 ماتشات كده، منهم المصري، تعادل مع سموحة، سيراميكا، فيوتشر، كان كام ماتش كده ورا بعض تقريبا قبل ثلاثيه نادي الزمالك. فدي فتره زي ما نقول كده هو اتعلم منها بسرعه، يعني أكيد. قدر ان هو بسرعه ازاي خرج منها عشان خاطر كملت في الدوري وكملت في افريقيا، وفي النص خدت 3 بطولات، كاس وسوبر ويعني نهائي الكاس، وخدت 2 سوبر. بالظبط. فلا يعني نتكلم موضوع تصحيح الاخطاء ده مهم جدا. هو ما عندوش وقت كافي ان هو يعني يعدل اللي احنا كلنا مستنيين نعدله، ولكن بالرغم ده هو بيقدر يتعامل مع الظروف دي، ودي من اهم السمات اللي موجوده في كولر، ودي حاجه احنا كنا فعلا نفتقدها الفتره اللي فاتت يعني. طيب ايمن، برضو في نقطه مهمه كولر اتكلم عليها وهو بيتكلم على تصحيح الاخطاء، في جزء هو عايز يتعامل فيه ولكن محتاج جهاز للتدريب على ضربات الرأس، لأن هو شايف معدل أهداف الأهلي في جزئية ضربات الرأس قليل جدا. التفكير في حد ذاته في الجزئية دي كناحية فنية، وأنا أول مرة أسمع مدرب
في الدوري المصري، مش هتكلم على بره لان بره الدنيا اختلفت كتير قوي عن اللي بيحصل في الدوري المصري، ولكن في الدوري المصري لا، كولر استمراريته مع الاهلي وادائه وافكاره وشغله الفني ممكن يودي الكره المصريه لمكانه يعني كنا مفتقدينها منذ رحيل مانويل جوزيه بكل امانه بصراحه يعني. طبعا يا محمد يعني اكيد احنا طبعا يعني ايه فكره ان دايما فعلا بندور على حد شبه مستر مانويل جوزيه، لان مستر مانويل جوزيه في الحقبه بتاعتنا دي هو اكتر مدرب كان متوافق معانا وماشي معانا ويعني حفظنا كده. فاعتقد كولر من سماته الشخصيه زي ما قلنا كده، يمكن ارجع معاك انا في قناه النادي الاهلي من 8 شهور كنت اول لما الاهلي اعلن تعاقده مع مستر مارسيل كولر اتكلمت في بحث اتعمل في النمسا عن سمات شخصيه وحيل تقدر تتعلمها من مارسيل كولر عشان تبقى مدير ناجح. واللي عمل البحث ده هو بالمناسبه راجل مش كوير، يعني راجل مش بتاع كوره، هو راجل تقريبا كان راجل اقتصادي لكن تاثر بمارسيل كولر لدرجه ان هو عمل عليه بحث وقال ان الراجل ده عنده سمات وعنده امور لو نفذتها في اي حاجه في حياتك بره الكوره هتنجح. كل ده هو بيطبقه حاليا في النادي الاهلي، منها الحته اللي انت بتقول عليها دي، فكره ان هو النهارده لمس ان عندنا مشكله، فكره ضربات الراس، الاهداف لضربات الراس، طب علاجها ايه؟ علاجها علميا ان احنا نستخدم الجهاز الفلاني، طب ده يتجاب منين؟ يتجاب من المكان الفلاني، على طول نستخدمه. كولر راجل بقاله 7 شهور بنتكلم الحمد لله محقق انتصارات عظيمه، بطولات، الماتشات اللي خسرها بنتكلم خسر من ريال مدريد، خسر من في كاس العالم للانديه، خسر مباراه واحده اللي هي او المباراه البرازيلي يعني دوري ابطال افريقيا تفتكرها بتاعت سان داونز، ولكن بيتعلم. لكن لا شفنا بقى حد بعد كل الكلام ده وبعد كل الحاجات التكتيكيه اللي بنشوفها منه والحلول وازاي الاهلي بيغير طريقته في المباراه الواحده حسب المباريات، ما شفناش حد قال عليه بروفيسور، ما شفناش حد قال عليه انه المدرب الافضل في مصر خلال السنين الاخيره، يعني ما الناس ما بتديلوش حقه مع ان ده الطبيعي ان انت لما تشوف شغل بهذا الحجم تدي مدرب ده حقه، ولكن خلاص احنا هذا هو قدرنا، احنا في النادي الاهلي احنا اللي هنديله حقه وهنسنده اكتر، يعني اذا كان احنا بنسنده ده الطبيعي لا احنا هنسنده بشكل اكبر كمان لان شغله هو اللي بيتكلم عنه مش حاجه تانية يعني. طيب في جزئيه تانية برضو السوشيال ميديا بتتكلم عليها، والكلام ده كان يعني كان ترند حتى في شهر يناير اللي فات، الاهلي في اشد الحاجه الى راس حربه. تيجي تبص على معدل اهداف الاهلي من يناير لغايه النهارده هو الاعلى والافضل في دوري الابطال وفي الدوري المحلي. كيف تعامل كولر مع هذه النقطه تحديدا في ظل ضغوط كتيره جدا على السوشيال ميديا، وكولر اتكلم عليها قبل كده بس قدر يتعامل مع الموضوع ده لحين انتهاء الموسم ثم التفكير في الموسم القادم؟ زي ما احنا قلنا يعني هو الراجل دي من يعني هو دايما بيدور على الحلول، دايما بيحاول يشوف في ايده ايه الادوات اللي معاه يقدر يستفيد منها. في بدايه الموسم كنا نقدر نقول ان يعني شريف حسين غير موفق، هو اللي كان ابتدى يعني كان بياخد اساسي بعد ما نزل مباراه الاسماعيلي وجاب هدف، بعد كده بعد محمد شريف كان يعني موفق ومش موفق في مباريات بيسجل فيها لا، لكن النهارده بمجرد حاول ان هو يكتشف بيرسي تاو او سافيو في هذا المركز، لكن حس لا ان برضه مش هيدوله اللي هو عايزه في المركز ده، وشوفنا ازاي بيرسي تاو بعد كده والطفره اللي حصلت في مستواه فرديا وجماعيا. عوده كهربا وحتى هو اتكلم ان كهربا رغم ان مش مركزه مهاجم صريح، ولكن هو قدر النهارده ان يستغل الدوافع اللي عند كهربا للعوده، وهو كمان قال في مؤتمر صحفي قبل كده انه ازاي بيحاول ان هم يتعاملوا مع كهربا نفسيا عشان يخرجوه من اي ضغوط بيتعرض لها. فالنهارده لما كهربا استفاق او يعني هجوميا ادى للراجل عايزه بقى من هداف الفرقه، شفنا ان محمد شريف نفسه تطور لان لقى ان برضه في منافسه في المركز، وان ومع التدريبات النهارده لقينا محمد شريف النهارده هداف الاهلي في الدوري، رجع ان تاني عندنا المهاجم بتاع النادي الاهلي موجود ضمن بينافس على قائمه الهدافين، لسه مستنيين من محمد شريف ما هو افضل. أكيد. كمان الموضوع بس مش في راس الحربه،
هو النهارده ازاي حسين الشحات عاد لمستواه وساهم بدور المعدل التهديفي يزيد. بيرسي تاو النهارده انت حمدي فتحي نفسه لاعب الثمانيه والادوار اللي هو بيقدمها هجوميا ساهمت ان الراجل بيهدف. فانت النهارده محمد عبد المنعم كمدافع حتى بيتقدم وبيسجل. فانت النهارده هو ابتدى يدور على كل الحلول، ايه الحلول اللي عندك في الورق المتاح معاك والادوات المتاحه معاك عشان خاطر في النادي الاهلي انت مش هتفضل الحجج والمبررات مهما كانت الجمهور مش هيستحملها أكيد. او الجمهور مش هيتقبلها. احنا في النادي الاهلي نادي عملي، نادي دايما بندور ازاي نستخدم كل الحاجه المتاحه قدامنا لحد زي ما انت قلت كده فتره الانتقالات هتيجي الراجل ان شاء الله باذن الله في الوقت ده يعني يكون اضاف لخزينه النادي الاهلي واضاف لتاريخه بطولتين باذن الله إن شاء الله يكونوا من نصيبنا. وقتها تقدر بقى وانت بتتكلم ان انت هيبقى عندك لعيبتك استعدتهم جبت كمان اضافات فالنهارده يبقى نرجع تاني للحقبه بتاعه زي ما بنتكلم والحقبه اللي احنا كلنا بنتمنى نرجع نشوفها تاني بتاعه 2005 ان بإذن النادي الله. الاهلي يبقى عنده الاساسي زي البديل وهو اتكلم في المؤتمر الصحفي وما عندوش الفكر ده عنده اهم حاجه اللي بيديله في التمرين 100% هيلعب. والنهارده عشان خاطر البطولات اللي محمد سعيد دايما هو اللي بينفرد بيها وبيكشفها لنا السوبر ليج اللي جاي وطموحاتنا بقى مع السوبر ليج عشان خاطر الجوائز واحنا طبعا المهندس خالد مرتجي اتكلم ان النادي في اشد احتياج دايما لمصادر دخل وعمله صعبه فالنهارده بطوله زي السوبر ليج بطوله زي كاس العالم للانديه أكيد بطولات مهمه كمصادر دخل للنادي الاهلي. فلو القائمه بتاعتك قويه فريقك قوي مستقر هتنافس بإذن الله. وهتكسب بطوله وكمان هتكسب جوائز ماليه. أيمن أنا بشكرك بجد على الإضافة وعلى الشرح وعلى التحليل في كل التفاصيل اللي اتكلمت فيها، شكرا جزيلا يا أيمن. شكرا يا محمد وده شرف كبير ليا وبسعد دايما بالتواجد في قناة النادي الأهلي ومعك.